الناقلة لهذه البطولة، بطولة كأس العرب لكرة الصالات في النسخة السادسة المقامة في المملكة العربية السعودية وتحديدا في المنطقة الشرقية على صالة وزارة الرياضة بالدمام، هنا في أجواء رائعة وجميلة والسهرة من سهرات وليالي جميلة من ليالي البطولة العربية. نعم، نتحدث عن مواجهة المنتخب الكويتي الأزرق في مواجهة المنتخب الفلسطيني الفدائي، هي مواجهة وليست أي مواجهة. مقابل هدفين وبذات النتيجة ونفس النتيجة استطاع المنتخب العراقي أن يكسب بطولة الآسيوية في 13 مشاركة، 13 مشاركة يعني رقم ليس بالسهل عرب لكرة الصالات. النسخة السادسة بلا شك، بعد ثم عاد لمواصلة الانتصارات، وهنا التصدي كويتي، كرة الآن تلعب من جديد، ولكن شوف 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 الأهازيج، الله لا توجد شفرة. إذا عبد الرحمن الطويل موجود، هو هروخ بطريقة خاصة وتسديدة قوية الآن حاضرة، تأهلت لهذه المرحلة، لكن أيضا اليوم في منتخبات خرجت، ولكن هنا ضربة في الرأس على نجيب علي بالشيء السهل أمام المنتخب الفلسطيني الذي استطاع أن يشارك في البطولة الآسيوية في 3 مرات. إلى علي الحواجري، علي الحارس يضرب الآن، هذا حارس المرمى بمواصفات هجومية، وتصل المنتخب الكويتي غائبة في هذه البطولة ممثلة بفهد الخواري، أحمد الرحمن بالفن يا فنان، عبد الرحمن الطويل، عبد الرحمن تسديدة قوية، لمسة يد، لمسة يد على المدافع، إدماج سجلها 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 وما راح أبدا يفرط فيها، هو رشيد شواهنة يأتي بهدف الرد بركلة جزائية من جديد لمصلحة المنتخب الكويتي، تلعب أمامية، وهذه الطبول وهذا النفس الواحد والتسديدة القوية مع أحمد، يا عيني على الكعبية، يا عيني على الدفاع، عماد الآن، الله، قاذفة اللهب، الصاروخ الفلسطيني، القاذفة، القاذفة تعمل يا فلسطين، يا إلهي على هذا الهدف، يا إلهي على قلب الطاولة، عماد فحجان، عماد، 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 بالعمود الداخلي في المرمى، طبيعي، مو طبيعي، مو طبيعي، واللي يقول طبيعي يراجع حساباته، يا الله على هذه التسديدة القوية الآن من عماد فحجان. الآن من جديد ناصر العلبان، ناصر، 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 ولكن الإبعاد الحاضر، إبعاد حاضر أمام ناصر شويدة، والإبعاد الخيالي، عبد الرحمن، جزائية ولا إيه؟ جزائية، يغلق المنافذ، كل المنافذ، ولكن العلبان يجد المكان، الله، صعب على الكويتيين، مش صعب على الكويتيين، صالح الفاضل، صالح الفاضل، الرجل الفاضل يسجل هذا الهدف على الوصول إلى العالمية، والتسديدة القوية، علي الحواجري، علي الحواجري، وردة الفعل الجميلة، المرونة الموجودة من جديد، 2 مقابل 2، يلعب الآن كرة كويتية، دفاع حاضر، تصدي علي الحواجري، يلعب الآن لكي يسعد أبناء الكويت، هنا أمام مرمى خالي، الله، أدهم خويلد عملها، أدهم خويلد يحلق بالطائرة الفلسطينية في سماء الدمام، أدهم خويلد. هنا الآن محاولة من نجيب، محاولة للعلبان، جسر العبور لعبد العزيز الكابتن عبد العزيز يسدد.
عبد الرحمن الطويل تسديدة قوية الآن وأدهم إلى علي الحواجري. علي الحواجري أوه علي الحواجري إلى محمد الهزيم بحاجة إلى حلول وابتكارات وإن كان الله الحلول والابتكارات مع صالح الفاضل ما يبقى لها شيء هي زرقاء كويتية في الأراضي السعودية من هذا اللقاء والخطأ المكلف تعود الآن على الحواجري لا 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 هذه مش حقيقة هذه سينما فلسطينية سينما عالم التاريخ ما في معالم أبدا التصدي صالح الفاضل يا على الهاتريك الرغبات للباحثين عن كرة هذه كرة الإبداع أمام الشوالي وكما هي العادة أيضا عبدالله الحربي في التحليل نقول لكم أهلا وسهلا لكم لمصد لنا إبداعات في الليغا أي الأسماء ستحدث سأغني لمن سأعلق لمن لقاء متقارب جدا مستويات كبيرة جدا الأسلوب متشابه الإمكانيات رهيبة لدى المجموعتين وبالتالي يصعب شخصيا بالنسبة لي أتكاهن بهوية المنتصر الليلة تصدي ممتاز كرة في ايد الحارس هي باس تمريرة ممتازة من جيرارد كانوا يتطلعون لهذه الفرصة بهدف يفتح المباراة ولكن الله الكرة ضاعت من تسديدة ممتازة الشباك كادت تهتز كرة قريبة برشا على العارضة مثل هذه الفرص في مثل هذا التوقيت يصعب تفويتها